عليك توكلت وإليك أنيب. الحمد لله قائل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا عبد الرحمن بيجي مدير جامعة ضيوف الكرام معالي الوزير نائب وزير مدير داخلي العلماء والمفكرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أهدي حضراتكم جميعا تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورجاء والصادق لاجتماعنا هذا أن يكون خطوة فعالة ومؤثرة في تحقيق وحدة الأمة وتمكينها من أداء رسالتها التي أخرجت من أجلها للناس. وأرحب بمعالي الدكتور دات سري أنور ابن إبراهيم، ولا أقول إنه ضيف مصر بل هو في بلده الثاني وبين أهله الأقربين، فأهلا وسهلا بكم في رحاب الأزهر الشريف. السادة الحضور، نرجو من حضراتكم الوقوف للنشيد الوطني المصري والنشيد الوطني الألماني. الحمد لله الذي من علينا بشرف الخدمة فيه والعيش في رحابه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة نسعد بها دنيا وأخرى، وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صاحب المعالي دولة رئيس وزراء ماليزيا السيد الدكتور أنور إبراهيم والوفد المرافق لسعادته، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، نائباً عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حفظه الله تعالى، معالي وزير الخارجية الماليزي السيد محمد حسن، السادة الوزراء والسفراء، السادة رؤساء الجامعات.